الحلقة الخامسة والعشرون من كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام شمس الدين القرطبي، تابع لتفسير سورة البقرة من الآية 27 بعد 100 إلى 41 بعد 100. يتلوه على كريم مسامعكم الفقير إلى رحمة ربه دويشي محمد. استماع طيب. الآية 27 بعد 100. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، القواعد أساسه في قول أبي عبيدة والفراء، وقال الكسائي هي الجدر، والمعروف أنها الأساس. وفي الحديث إن البيت لما هدم أخرجت منه حجارة عظام، فقال ابن الزبير هذه القواعد التي رفعها إبراهيم عليه السلام. وقيل إن القواعد كانت قد اندرست فأطلع الله تعالى إبراهيم عليها. ابن عباس وضع البيت على أركان رآها قبل أن تخلق الدنيا بألفي عام، ثم دحيت الأرض من تحته، والقواعد واحدتها قاعدة، والقواعد من النساء واحدها قاعد. واختلف الناس في من بنى البيت أولا وأسسه، فقيل الملائكة. روي عن محمد بن جعفر قال سئل أبي وأنا حاضر عن بدء خلق البيت فقال إن الله عز وجل لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، سورة البقرة الآية 30، قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نفس السورة والآية. فغضب عليهم فعاذوا بعرشه فطافوا حوله سبعة أشواط يسترضون ربهم، حتى رضي الله تعالى عنهم وقال لهم ابنوا لي بيتا في الأرض يتعوذ به من سخطت عليه من بني آدم ويطوف حوله كما طفتم حول عرشي فأرضى عنهم كما رضيت عنكم. فبنوا هذا البيت. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وابن المسيب وغيرهما أن الله عز وجل أوحى إلى آدم عليه السلام إذا هبطت ابني لي بيتا ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف بعرشي الذي في السماء. قال عطاء فزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل، من حراء ومن طور سينا ومن لبنان ومن الجودي ومن طور زيتا، وكان ربضه من حراء. قال الخليل والربض هاهنا الأساس المستدير بالبيت من الصخر، ومنه يقال لما حول المدينة ربض. وذكر الماوردي عن عطاء عن ابن عباس قال لما أهبط آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض قال له يا آدم اذهب فابن لي بيتا وطف به واذكرني عنده كما رأيت الملائكة تصنع حول عرشي. فأقبل آدم يتخطى وطويت له الأرض وقبضت له المفازة، فلا يقع قدمه على شيء من الأرض إلا صار عمرانا حتى انتهى إلى موضع البيت الحرام. وأن جبريل عليه السلام ضرب بجناحيه الأرض فأبرز عن أست ثابت على الأرض السابعة السفلى، وقذفت الملائكة إليه بالصخر فما يطيق الصخرة منها 30 رجلا. وأنه بناه من خمسة أجبل كما ذكرنا. وقد روي في بعض الأخبار أنه أهبط لآدم عليه السلام خيمة من خيام الجنة فضربت في موضع الكعبة ليسكن إليها ويطوف حولها، فلم تزل باقية حتى قبض الله عز وجل آدم ثم رفعت. وهذا من طريق وهب بن منبه. وفي رواية
أنه أهبط معه بيت فكان يطوف به والمؤمنون من ولده كذلك إلى زمان الغرق، ثم رفعه الله فصار في السماء، وهو الذي يدعى البيت المعمور. وروي هذا عن قتادة، ذكره الحليمي في كتاب منهاج الدين له، وقال: يجوز أن يكون معنى ما قال قتادة من أنه أهبط مع آدم بيت، أي أهبط معه مقدار البيت المعمور طولا وعرضا وسمكا، ثم قيل له ابني قدره وتحرى أن يكون بحياله، فكان حياله موضع الكعبة فبناها فيه. وأما الخيمة فقد يجوز أن تكون أنزلت وضربت في موضع الكعبة، فلما أمر ببنائها فبناها، كانت حول الكعبة طمأنينة لقلب آدم صلى الله عليه وسلم ما عاش، ثم رفعت، فتتفق هذه الأخبار، فهذا بناء آدم عليه السلام، ثم بناها إبراهيم عليه السلام. قال ابن جريج: وقال ناس: أرسل الله سحابة فيها رأس، فقال الرأس: يا إبراهيم، إن ربك يأمر أن تأخذ بقدر هذه السحابة، فجعل ينظر إليها ويخط قدرها، ثم قال الرأس: إنه قد فعلت، فحفر فأبرز عن أساس ثابت في الأرض. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الله تعالى لما أمر إبراهيم عليه السلام بعمارة البيت خرج من الشام ومعه ابنه إسماعيل وأمه هاجر، وبعث معه السكينة لها لسان تتكلم به، يغدو معها إبراهيم إذا غدت ويروح معها إذا راحت، حتى انتهت إلى مكة، فقالت لإبراهيم: ابني على موضع الأساس، فرفع البيت هو وإسماعيل حتى انتهى إلى موضع الركن، فقال لابنه: يا بني ابغني حجرا أجعله علما للناس، فجاءه بحجر فلم يرضه، وقال: ابغني غيره، فذهب يلتمس، فجاءه وقد أتى بالركن فوضعه موضعه، فقال: يا أباه، من جاءك بهذا الحجر؟ فقال: من لم يكلني إليك، ابن عباس، يعني قاله ابن عباس. صاح أبو قبيس: يا إبراهيم، يا خليل الرحمن، إن لك عندي وديعة فخذها، فإذا هو بحجر أبيض من ياقوت الجنة، كان آدم قد نزل به من الجنة. فلما رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، جاءت سحابة مربعة فيها رأس فنادت أن ارفعا على تربيعي، فهذا بناء إبراهيم عليه السلام. وروي أن إبراهيم وإسماعيل لما فرغا من بناء البيت أعطاهما الله الخيل جزاء عن رفع قواعد البيت. روى الترمذي الحكيم: حدثنا عمر بن أبي عمر، حدثني نعيم بن حماد، حدثنا عبد الوهاب بن همام أخو عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: كانت الخيل وحشا كسائر الوحش، فلما أذن الله لإبراهيم وإسماعيل برفع القواعد قال تبارك اسمه: إني معطيكما كنزا ادخرته لكما، ثم أوحى إلى إسماعيل أن اخرج إلى أجياد فادع يأتيك الكنز، فخرج إلى أجياد وكانت وطنا ولا يدري ما الدعاء ولا الكنز، فألهمه فلم يبق على وجه الأرض فرس بأرض العرب إلا جاءته فأمكنته من نواصيها وذللها له، فاركبوها واعلفوها فإنها ميامين وهي ميراث أبيكم إسماعيل، فإنما سمي الفرس عربيا لأن إسماعيل أمر بالدعاء وإياه أتى. وروى عبد المنعم بن إدريس عن وهب بن منبه قال: أول من بنى البيت بالطين والحجارة شيث عليه السلام، وأما بنيان قريش له فمشهور وخبر الحية في ذلك مذكور.
وكانت تمنعهم من هدمه إلى أن اجتمعت قريش عند المقام فعجوا إلى الله تعالى وقالوا: ربنا لم ترع، أردنا تشريف بيتك وتزيينه، فإن كنت ترضى بذلك وإلا فما بدا لك فافعل. فسمعوا خواتا من السماء، والخوات حفيف جناح الطير الضخم، فإذا هو بطائر أعظم من النسر، أسود الظهر أبيض البطن والرجلين، فغرز مخاليبه في قفا الحية، ثم انطلق بها تجر ذنبها أعظم من كذا وكذا، حتى انطلق بها نحو أجياد، فهدمتها قريش، وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها، فرفعوها في السماء 20 ذراعاً، بين النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة من أجياد، وعليه نمرة فضاقت عليه النمرة، فذهب يرفع النمرة على عاتقه، فترى عورته من صغر النمرة، فنودي: يا محمد خمر عورتك، فلم يرى عريانا بعد. وكان بين بنيان الكعبة وبين ما أنزل عليه 5 سنين، وبين مخرجه وبنائها 15 سنة. ذكره عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عثمان عن أبي الطفيل، وذكر عن معمر عن الزهري: حتى إذا بنوها وبلغوا موضع الركن، اختصمت قريش في الركن أي القبائل تلي رفعه، حتى شجر بينهم فقالوا: تعالوا نحكم أول من يطلع علينا من هذه السكة. فاصطلحوا على ذلك، فاطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام عليه وشاح نمرة، فحكموه فأمر بالركن فوضع في ثوب، ثم أمر سيد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب، ثم ارتقاه فرفعوا إليه الركن، فكان هو يضعه صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وحدثت أن قريشا وجدوا في الركن كتابا بالسريانية فلم يدرناه حتى قرأه لهم رجل من يهود، فإذا فيه: أنا الله ذو بكة، خلقتها يوم خلقت السماوات والأرض، وصورت الشمس والقمر، وحففتها 7 أملاك حنفاء، لا تزول حتى يزول أخشباها، مبارك لأهلها في الماء واللبن. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فلما لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض. وخرج عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: حدثتني خالتي يعني عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها 6 أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. وعن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا حين بنت الكعبة استقصرت ولجعلت لها خلفا. وفي البخاري قال هشام بن عروة: يعني بابا. وفي البخاري أيضا: لجعلت لها خلفين يعني بابين. فهذا بناء قريش. ثم لما غزا أهل الشام عبد الله بن الزبير ووهت الكعبة من حريقهم، هدمها ابن الزبير وبناها على ما أخبرته عائشة، وزاد فيها 5 أذرع من الحجر حتى أبدى أسا نظر الناس إليه، ف
فبنى عليه البناء، وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاد فيه استقصر فزاد في طوله 10 أذرع، وجعل لها بابين أحدهما يدخل منه والثاني يخرج منه، كذا في صحيح مسلم. وألفاظ الحديث تختلف، وذكر سفيان عن داود بن شابور عن مجاهد قال: لما أراد ابن الزبير أن يهدم الكعبة ويبنيها قال للناس: اهدموا، قال: فأبوا أن يهدموا وخافوا أن ينزل عليهم العذاب. قال مجاهد: فخرجنا إلى منى فأقمنا بها 3 ننتظر العذاب. قال: وارتقى ابن الزبير على جدار الكعبة هو بنفسه، فلما رأوا أنه لم يصبه شيء اجترأوا على ذلك. قال: فهدموا، فلما بناها جعل لها بابين، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه، وزاد فيها من مايل الحجر 6 أذرع، وزاد في طولها 9 أذرع. قال مسلم في حديثه: فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة، فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه. في رواية قال عبد الملك: ما كنت أظن أن أبا خبيب، يعني ابن الزبير، سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث بن عبد الله: بلى، أنا سمعته منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه. فأراها قريبا من 7 أذرع. في أخرى قال عبد الملك: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه تركته على ما بنى ابن الزبير. فهذا ما جاء في بناء الكعبة من الآثار. وروي أن الرشيد ذكر لمالك بن أنس أنه يريد هدم ما بنى الحجاج من الكعبة وأن يرده على بناء ابن الزبير، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وامتثله ابن الزبير. فقال له مالك: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك، لا يشاء أحد منهم إلا نقض البيت وبناه فتذهب هيبته من صدور الناس. وذكر الواقدي: حدثنا معمر عن همام بن منبه سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب أسعد الحميري وهو تبع، وهو أول من كسى البيت وهو تبع الآخر. قال ابن إسحاق: كانت تكسى القباطي ثم كسيت البرد، وأول من كساها الدباج الحجاج. قال العلماء: ولا ينبغي أن يؤخذ من كسوة الكعبة شيء، فإنه مهدى إليها ولا ينقص منها شيء. روي عن سعيد بن جبير أنه كان يكره أن يؤخذ من طيب الكعبة يستشفى به، وكان إذا رأى الخادم يأخذ منه قفدها قفدة لا يألو أن يوجعها. وقال عطاء: كان أحدنا إذا أراد أن يستشفي به جاء بطيب من عنده فمسح به الحجر ثم أخذه. قوله تعالى: ربنا تقبل منا، المعنى: ويقولان ربنا، فحذف. وكذلك هي في قراءة أبي وعبد الله بن مسعود: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان ربنا تقبل منا. وتفسير إسماعيل: اسمع يا الله، لأن إيل بالسريانية هو الله،
وقد تقدم فقيل إن إبراهيم لما دعا ربه قال اسمع يا إيل، فلما أجابه ربه ورزقه الولد سماه بما دعاه، ذكره الماوردي. قوله تعالى إنك أنت السميع العليم اسمان من أسماء الله تعالى قد أتينا عليهما في الكتاب الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى. الآية 28 بعد 100، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قوله تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك أي سيرنا، ومسلمين مفعول ثاني سأل التثبيت والدوام. والإسلام، والإسلام في هذا الموضع الإيمان والعمل جميعا، ومنه قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، سورة آل عمران الآية 19. ففي هذا دليل لمن قال إن الإيمان والإسلام شيء واحد، وعضدوا هذا بقوله تعالى في الآية الأخرى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، سورة الذاريات الآيتان 35 و36. وقرأ ابن عباس وعوف الأعرابي مسلمين على الجمع. قوله تعالى ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أي ومن ذريتنا فاجعل، فيقال إنه لم يدع نبي إلا لنفسه ولأمته إلا إبراهيم عليه السلام، فإنه دعا مع دعائه لنفسه ولأمته ولهذه الأمة. ومن في قوله ومن ذريتنا للتبعيد، لأن الله تعالى كان قد أعلمه أن منهم ظالمين. وحكى الطبري أنه أراد بقوله ومن ذريتنا العرب خاصة. قال السهيلي وذريتهما العرب لأنهم بنو نبت بن إسماعيل أو بنو تيمن بن إسماعيل، ويقال قيدر بن نبت بن إسماعيل. أما العدنانية فمن نبت، وأما القحطانية فمن قيدر بن نبت بن إسماعيل أو تيمن على أحد القولين. قال ابن عطية وهذا ضعيف لأن دعوته ظهرت في العرب وفي من آمن من غيرهم، والأمة الجماعة هنا وتكون واحدا إذا كان يقتدى به في الخير. ومنه قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، سورة النحل الآية 20 بعد 100. وقال صلى الله عليه وسلم في زيد بن عمرو بن نفيل يبعث أمة وحده لأنه لم يشرك في دينه غيره والله أعلم. قد يطلق لفظ الأمة على غير هذا المعنى، ومنه قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة، سورة الزخرف الآية 22، أي على دين وملة. ومنه قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة، سورة الأنبياء الآية 92. وقد تكون بمعنى الحين والزمان، ومنه قوله تعالى والذكر بعد أمة، سورة يوسف الآية 45، أي بعد حين وزمان. ويقال هذه أمة زيد أي أم زيد. والأمة أيضا القامة، يقال فلان حسن الأمة أي حسن القامة. قال الشاعر وإن معاوية الأكرمين حسان الوجوه طوال الأمم، بيت مدور في الأكرمين. وقيل الأمة الشجة التي تبلغ أم الدماغ، يقال رجل مأموم وأمين. قوله تعالى وأرنا مناسكنا، أرنا من رؤية البصر فتتعدى إلى مفعولين،
وقيل من رؤية القلب، ويلزم قائله أن يتعدى الفعل منه إلى ثلاثة مفاعيل. قال ابن عطية: وينفصل بأنه يوجد معدى بالهمزة من رؤية القلب إلى مفعولين كغير المعدى. قال حطائط بن يعفر أخو الأسود بن يعفر: أريني جوادا مات هزلا لأنني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا. وقرأ عمر بن عبد العزيز وقتاده وابن كثير وابن محيصن والسدي وروح عن يعقوب ورويس والسوسي أرنى بسكون الراء في القرآن، واختاره أبو حاتم، وقرأ أبو عمرو باختلاس كسر الراء والباقون بكسرها، واختاره أبو عبيد، وأصله أرئنا بالهمزة، فمن قرأ بالسكون قال ذهبت الهمزة وذهبت حركتها وبقيت الراء ساكنة على حالها. واستدل بقول الشاعر: أرنا إداوة عبد الله نملأها من ماء زمزم إن القوم قد ضمئوا. ومن كسر فإنه نقل حركة الهمزة المحذوفة إلى الراء، وأبو عمرو طلب الخفة. وعن شجاع بن أبي نصر وكان أمينا صادقا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فذاكره أشياء من حروف أبي عمرو، فلم يرد عليه إلا حرفين: هذا، والآخر ما ننسخ من آية أو ننسأها. سورة البقرة الآية 106. مهموزا قوله تعالى: مناسكنا. يقال إن أصل النسك في اللغة الغسل، يقال منه نسك ثوبه إذا غسله، وهو في الشرع اسم للعبادة، يقال رجل ناسك إذا كان عابدا. واختلف العلماء في المراد بالمناسك هنا، فقيل مناسك الحج ومعالمه، قاله قتادة والسدي، وقال مجاهد وعطاء وابن جريج: المناسك المذابح أي مواضع الذبح، وقيل جميع المتعبدات، وكل ما يتعبد به إلى الله تعالى يقال له منسك ومنسك، والناسك العابد. قال النحاس: يقال نسك ينسك، فكان يجب أن يقال على هذا منسك، إلا أنه ليس في كلام العرب مفعول. وعن زهير بن محمد قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء بيت الله الحرام قال: أي ربي قد فرغت، فأرنا مناسكنا. فبعث الله تعالى إليه جبريل فحج به حتى إذا رجع من عرفة وجاء يوم النحر عرض له إبليس فقال له: احسبه. فحصده بسبع حصيات، ثم الغد، ثم اليوم الثالث، ثم على ثبير فقال: يا عباد الله أجيبوا. فسمع دعوته من بين الأبحر ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فقال: لبيك اللهم لبيك. قال: ولم يزل على وجه الأرض سبعة مسلمون فصاعدا، لولا ذلك لأهلكت الأرض ومن عليها. وأول من أجابه أهل اليمن. وعن أبي مجلس قال: لما فرغ إبراهيم من البيت جاءه جبريل عليه السلام فأراه الطواف بالبيت، قال: وأحسبه. قال: والصفا والمروة. ثم انطلق إلى العقبة فعرض لهما الشيطان، فأخذ جبريل سبع حصيات وأعطى إبراهيم سبع حصيات، فرمى وكبر وقال لإبراهيم: ارمي وكبر. فرميا وكبرا مع كل رمية حتى أفل الشيطان. ثم انطلقا إلى الجمرة الوسطى فعرض لهما الشيطان، فأخذ جبريل سبع حصيات وأعطى إبراهيم سبع حصيات وقال: ارمي وكبر. فرميا وكبرا مع كل رمية حتى أفل الشيطان. ثم أتيا الجمرة القصوى فعرض لهما الشيطان، فأخذ جبريل سبع حصيات وأعطى إبراهيم سبع حصيات وقال: ارمي وكبر. فرميا وكبرا مع كل رمية حتى أفل الشيطان.
ثم أتى به جمعا فقال: ها هنا يجمع الناس الصلوات. ثم أتى به عرفات فقال: عرفت؟ فقال: نعم. فمن ثم سمي عرفات. وروي أنه قال له: عرفت؟ 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 أي منا والجمع وهذا. فقال: نعم. فسمي ذلك المكان عرفات. وعن خسيف بن عبد الرحمن أن مجاهدا حدثه قال: لما قال إبراهيم عليه السلام: وأرنا مناسكنا، أي الصفا والمروة، وهما من شعائر الله بنص القرآن، ثم خرج به جبريل، فلما مر بجمرة العقبة إذا إبليس عليها، فقال له جبريل: كبر وارمه. فارتفع إبليس إلى الوسطى، فقال جبريل: كبر وارمه. ثم في الجمرة القصوى كذلك، ثم انطلق به إلى المشعر الحرام، ثم أتى به عرفة فقال له: هل عرفت ما أريتك؟ قال: نعم. فسميت عرفات لذلك فيما قيل. قال: فأذن في الناس بالحج. قال: كيف أقول؟ قال: قل: يا أيها الناس أجيبوا ربكم ثلاث مرار. ففعل. فقالوا: لبيك اللهم لبيك. قال: فمن أجاب يومئذ فهو حاج. وفي رواية أخرى أنه حين نادى استدار فدعا في كل وجه، فلب الناس من كل مشرق ومغرب، وتطأطأت الجبال حتى بعد صوته. وقال محمد بن إسحاق: لما فرغ إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه من بناء البيت الحرام، جاءه جبريل عليه السلام فقال له: طف به سبعا. فطاف به سبعا، هو وإسماعيل عليهما السلام يستلمان الأركان كلها في كل طواف. فلما أكمل سبعا صليا خلف المقام ركعتين. قال: فقام جبريل فأراه المناسك كلها، الصفا والمروة ومنى والمزدلفة. قال: فلما دخل منى وهبط من العقبة تمثل له إبليس، نقط الحذف إلى آخره، فذكر نحو ما تقدم. قال ابن إسحاق: وبلغني أن آدم عليه السلام كان يستلم الأركان كلها قبل إبراهيم عليه السلام. وقال: حج إسحاق وصاره من الشام، وكان إبراهيم عليه السلام يحجه كل سنة على البراق، وحجته بعد ذلك الأنبياء والأمم. وروى محمد بن السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان النبي من الأنبياء إذا هلكت أمته لحق بمكة فتعبد بها هو ومن آمن معه حتى يموتوا، فمات بها نوح وهود وصالح، وقبورهم بين زمزم والحجر. وذكر ابن وهب أن شعيبا مات بمكة هو ومن معه من المؤمنين، فقبورهم في غرب مكة بين دار الندوة وبني سهم. وقال ابن عباس: في المسجد الحرام قبران ليس فيه غيرهما، قبر إسماعيل وقبر شعيب عليهم السلام. فقبر إسماعيل في الحجر، وقبر شعيب مقابل الحجر الأسود. وقال عبد الله بن ضمرح السلولي: ما بين الركن والمقام إلى زمزم قبور 99 نبيا جاءوا حجاجا فقبروا هنالك صلوات الله عليهم أجمعين. قوله تعالى: وتب علينا، اختلف في معنى قول إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وتب علينا، وهم أنبياء معصومون، فقال الطائفة: طلبا التثبيت والدوام، لا أنهما كان لهما ذنب. قلت: وهذا حسن. وأحسن منه أنهما لما عرفا المناسك وبنيا البيت أرادا أن يبينا للناس ويعرفاهم أن ذلك الموقف وتلك المواضع مكان التنصل من الذنوب وطلب التوبة. وقيل المعنى: وتب على الظلمة منا. وقد مضى الكلام في عصمة الأنبياء عليهم السلام في قصة آدم عليه السلام
وتقدم القول في معنى قوله تعالى إنك أنت التواب الرحيم، البقرة الآية 28 بعد 100، فأغنى عن إعادته. الآية 29 بعد 100، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي قراءة أبي وابعث في آخرهم رسولا منهم. وقد روى خالد بن معدان أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، قال نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورسولا أي مرسلا وهو فعول من الرسالة. قال ابن الأنباري يشبه أن يكون أصله من قولهم ناقة مرسال ورسلة إذا كانت سهلة السير ماضية أمام النوق، ويقال للجماعة المهملة المرسلة رسل، وجمعه أرسال، يقال جاء القوم أرسالا أي بعضهم في إثر بعض. ومنه يقال للبن رسل لأنه يرسل من الضرع. قوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن، والحكمة المعرفة بالدين والفقه في التأويل والفهم الذي هو سجية ونور من الله تعالى. قاله مالك ورواه عنه ابن وهب وقاله ابن زيد، وقال قتادة الحكمة السنة وبيان الشرائع، وقيل الحكم والقضاء خاصة والمعنى متقارب. ونسب التعليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث هو يعطي الأمور التي ينظر فيها ويعلم طريق النظر بما يلقيه الله تعالى إليه من وحيه، ويزكيهم أي يطهرهم من وضر الشرك عن ابن جريج وغيره. والزكاة التطهير وقد تقدم. وقيل إن الآيات تلاوة ظاهر الألفاظ، والكتاب معاني الألفاظ، والحكمة الحكم وهو مراد الله تعالى بالخطاب من مطلق ومقيد ومفسر ومجمل وعموم وخصوص، وهو معنى ما تقدم والله تعالى أعلم. والعزيز معناه المنيع الذي لا ينال ولا يغالب، وقال ابن كيسان معناه الذي لا يعجزه شيء، دليله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، سورة فاطر الآية 44. الكسائي العزيز الغالب، ومنه قوله تعالى وعزني في الخطاب، سورة صاد الآية 23. وفي المثل من عز بز أي من غلب سلب، وقيل العزيز الذي لا مثل له، بيانه ليس كمثله شيء، سورة الشورى الآية 11. وقد زدنا هذا المعنى بيانا في اسمه العزيز في كتاب الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، وقد تقدم معنى الحكيم والحمد لله. الآية 30 بعد 100، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، من استفهام في موضع رفع بالابتداء، ويرغب صلة من، إلا من سفه نفسه في موضع الخبر، وهو تقريع وتوبيخ وقع فيه معنى النفي أي وما يرغب، قاله النحاس. والمعنى
يزهد فيها وينأى بنفسه عنها، أي عن الملة وهي الدين والشرع، إلا من سفه نفسه. قال قتادة: هم اليهود والنصارى رغبوا عن ملة إبراهيم عليه السلام، واتخذوا اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله تعالى. قال الزجاج: سفه بمعنى جاهلة، أي جاهلة أمر نفسه فلم يفكر فيها. وقال أبو عبيدة: المعنى أهلك نفسه. وحكى ثعلب والمبرد أن سفه بكسر الفاء يتعدى كسفها بفتح الفاء وشدها. وحكي عن أبي الخطاب ويونس أنها لغة. وقال الأخفش: سفه نفسه، أي فعل بها من السفه ما صار به سفيها. وعنه أيضا: هي لغة بمعنى سفها، حكاه المهداوي، والأول ذكره الماوردي. فأما سفها بضم الفاء فلا يتعدى، قاله المبرد وثعلب. وحكى الكسائي عن الأخفش أن المعنى جهل في نفسه فحذفت فيه فانتصب. قال الأخفش: ومثله عقدة النكاح، سورة البقرة الآية 35 بعد 200، أي على عقدة النكاح. وهذا يجري على مذهب سيبويه فيما حكاه من قولهم: ضرب فلان الظهر والبطن، أي في الظهر والبطن. الفراء هو تمييز. قال ابن بحر: معناه جهل نفسه وما فيها من الدلالات والآيات الدالة على أن لها صانعا ليس كمثله شيء، فيعلم به توحيد الله وقدرته. قلت: وهذا هو معنى قول الزجاج، فيفكر في نفسه من يدين يبطش بهما ورجلين يمشي عليهما وعين يبصر بها وأذن يسمع بها ولسان ينطق به وأضراس تنبت له عند غناه عن الرضاع وحاجته إلى الغذاء ليطحن بها الطعام، ومعدة أعدت لطبخ الغذاء، وكبد يصعد إليها صفوه، وعروق ومعابر ينفذ فيها إلى الأطراف، وأمعاء يرسب إليها ففل الغذاء ويبرز من أسفل البدن. فيستدل بهذا على أن له خالقا قادرا عليما حكيما، وهذا معنى قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سورة الذاريات الآية 21. أشار إلى هذا الخطابي رحمه الله تعالى، وسيأتي له مزيد بيان في سورة الذاريات إن شاء الله تعالى. وقد استدل بهذه الآية من قال: إن شريعة إبراهيم شريعة لنا إلا ما نسخ منها، وهذا كقوله: ملة أبيكم إبراهيم، سورة الحج الآية 78. أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، سورة النحل الآية 23 بعد 100، وسيأتي بيانه. قوله تعالى: ولقد اصطفيناه في الدنيا، أي اخترناه للرسالة فجعلناه صافيا من الأدناس. والأصل في اصطفيناه، اصطفيناه أبدلت التاء طاء لتناسبها مع الصاد في الإطباق، واللفظ مشتق من الصفوة ومعناه تخير الأصفى. قوله تعالى: وإنه في الآخرة لمن الصالحين، الصالح في الآخرة هو الفائز. ثم قيل: كيف جاز تقديم في الآخرة وهو داخل في الصلة؟ قال النحاس: فالجواب أنه ليس التقدير إنه لمن الصالحين في الآخرة فتكون الصلة قد تقدمت. ولأهل العربية فيه ثلاثة أقوال، منها أن هذا المعنى وإنه صالح في الآخرة ثم حذف، وقيل في الآخرة متعلق بمصدر محذوف أي صلاحه في الآخرة. والقول الثالث أن الصالحين
ليس بمعنى الذين صلحوا، ولكنه اسم قائم بنفسه، كما يقال الرجل والغلام. قلت وقول رابع أن المعنى وإنه في عمل الآخرة لمن الصالحين، فالكلام على حذف مضاف. وقال الحسين بن الفضل في الكلام تقديم وتأخير مجازح، ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين. وروى حجاج بن حجاج وهو حجاج الأسود، وهو أيضا حجاج الأحول المعروف بزق العسل، قال سمعت معاوية بن قرة يقول اللهم إن الصالحين أنت أصلحتهم ورزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم، اللهم كما أصلحتهم فأصلحنا، وكما رزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم فارزقنا أن نعمل بطاعتك وارض عنا. الآية 31 بعد 100، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. العامل في إذ قوله اصطفيناه، أي اصطفيناه إذ قال له ربه أسلم، وكان هذا القول من الله تعالى حين ابتلاه بالكوكب والقمر والشمس. قال ابن كيسان والكلبي أي أخلص دينك لله بالتوحيد، وقيل اخضع واخشع، وقال ابن عباس إنما قال له ذلك حين خرج من الصرب على ما يأتي ذكره في الأنعام. والإسلام هنا على أتم وجوهه، والإسلام في كلام العرب الخضوع والانقياد للمستسلم، وليس كل إسلام إيمان وكل إيمان إسلام، لأن من آمن بالله فقد استسلم وانقاد لله، وليس كل من أسلم آمن بالله، لأنه قد يتكلم فزعا من السيف، ولا يكون ذلك إيمانا خلافا للقدرية والخوارج حيث قالوا إن الإسلام هو الإيمان، فكل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن، لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، سورة آل عمران الآية 19. فدل على أن الإسلام هو الدين، وأن من ليس بمسلم فليس بمؤمن. ودليلنا قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، سورة الحجرات الآية 14 الآية. فأخبر الله تعالى أنه ليس كل من أسلم مؤمنا، وقال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما قال له اعط فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، الحديث خرجه مسلم. فدل على أن الإيمان ليس الإسلام، فإن الإيمان باطن والإسلام ظاهر، وهذا بين. وقد يطلق الإيمان بمعنى الإسلام والإسلام ويراد به الإيمان للزوم أحدهما الآخر وصدوره عنه، كالإسلام الذي هو ثمرة الإيمان ودلالة على صحته فاعلمه، وبالله التوفيق. الآية 32 بعد 100، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوله تعالى ووصى بها إبراهيم أي بالملة، وقيل بالكلمات التي هي قوله أسلمت لرب العالمين، وهو أصوب لأنه أقرب مذكور، أي قولوا أسلمنا. ووصى وأوصى لغتان لقريش وغيرهم بمعنى، مثل كرمنا وأكرمنا وقرئ بهما، وفي مصحف عبد الله ووصى، وفي مصحف عثمان وأوصى، وهي قراءة أهل المدينة والشام، الباقون ووصى، وفيه معنى التكفير. وإبراهيم رفع بفعله، ويعقوب عطف عليه أو عطف عليه، وقيل
هو مقطوع مستأنف، والمعنى وأوصى يعقوب وقال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، فيكون إبراهيم قد وصى بنيه ثم وصى بعده يعقوب بنيه، وبنو إبراهيم إسماعيل وأمه هاجر القبطية، وهو أكبر ولده نقله إبراهيم إلى مكة وهو رضيع، وقيل كان له سنتان، وقيل كان له 14 سنة، والأول أصح على ما يأتي في سورة إبراهيم بيانه إن شاء الله تعالى. وولد قبل أخيه إسحاق 14 سنة، ومات وله 137 سنة، وقيل 130، وكان سنه لما مات أبوه إبراهيم عليهما السلام 89 سنة، وهو الذبيح في قول، وإسحاق أمه سارة وهو الذبيح في قول آخر، وهو الأصح على ما يأتي بيانه في سورة الصافات إن شاء الله تعالى. ومن ولده الروم واليونان والأرمن ومن يجري مجراهم وبنو إسرائيل. وعاش إسحاق 180 سنة، ومات بالأرض المقدسة ودفن عند أبيه إبراهيم الخليل عليهما السلام. ثم لما توفيت سارة تزوج إبراهيم عليه السلام قنطورة بنت يقطن الكنعانية، وولدت له مدين ومدائن ونهشان وزمران ونشيق والشيوخ. ثم توفي عليه السلام، وكان بين وفاته وبين مولد النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 2000 سنة و600 سنة، واليهود ينقصون من ذلك نحو من 400 سنة، وسيأتي ذكر أولاد يعقوب في سورة يوسف إن شاء الله تعالى. وقرأ عمرو بن فائد الأسواري وإسماعيل بن عبد الله المكي ويعقوب بالنصب عطفا على بنيه، فيكون يعقوب داخلا في من أوصى إبراهيم. قال القشيري وقرئ يعقوب بالنصب عطفا على بنيه، وهو بعيد، لأن يعقوب لم يكن فيما بين أولاد إبراهيم لما وصاهم، ولم ينقل أن يعقوب أدرك جده إبراهيم، وإنما ولد بعد موت إبراهيم عليه السلام، وأن يعقوب أوصى بنيه أيضا كما فعل إبراهيم، وسيأتي تسمية أولاد يعقوب إن شاء الله تعالى. قال الكلبي لما دخل يعقوب إلى مصر رآهم يعبدون الأوثان والنيران والبقر، فجمع ولده وخاف عليهم وقال ما تعبدون من بعدي. ويقال إنما سمي يعقوب لأنه كان هو والعيس توأمين، فخرج من بطن أمه آخذا بعقب أخيه العيس، وفي ذلك نظر، لأن هذا اشتقاق عربي ويعقوب اسم أعجمي، وإن كان قد وافق العربية في التسمية به كذكر الخجل. عاش عليه السلام 147 سنة، ومات بمصر، وأوصى أن يحمل إلى الأرض المقدسة ويدفن عند أبيه إسحاق، فحمله يوسف ودفنه عنده. قوله تعالى يا بني معناه أن يا بني، وكذلك هو في قراءة أبي وابن مسعود والضحاك. قال الفراء ألغيت أن لأن التوصية كالقول، وكل كلام يرجع إلى القول جاز فيه دخول أن وجاز فيه إلغاؤها. قال وقول النحويين إنما أراد أن فألغيت ليس بشيء. النحاس يا بني نداء مضاف، وهذه ياء النفس لا يجوز هنا إلا فتحها، لأنها لو سكنت لالتقى ساكنان. ومثله بمصرخية سورة إبراهيم الآية 22. إن الله قصرت إن لأن أوصى وقال واحد، وقيل على إدمار القول، اصطفى اختار. قال الراجز
يا ابن ملوك ورثوا الأملاك، خلافة الله التي أعطاك، لك اصطفاها ولها اصطفاك، لكم الدين أي الإسلام، والألف واللام في الدين للعهد لأنهم قد كانوا عرفوه، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إيجاز بليغ، والمعنى إلزموا الإسلام ودوموا عليه ولا تفارقوه حتى تموتوا، فأتى بلفظ موجز يتضمن المقصود ويتضمن وعظا وتذكيرا بالموت، وذلك أن المرء يتحقق أنه يموت ولا يدري متى، فإذا أمر بأمر لا يأتيه الموت إلا وهو عليه، فقد توجه الخطاب من وقت الأمر دائبا لازما، لا نهي تموتن في موضع جزم بالنهي، أكد بالنون الثقيلة وحذفت الواو لالتقاء الساكنين، إلا وأنتم مسلمون ابتداء وخبر في موضع الحال، أي محسنون بربكم والظن، وقيل مخلصون، وقيل مفوضون، وقيل مؤمنون. الآية 33 بعد 100، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قوله تعالى أم كنتم شهداء، شهداء خبر كان ولم يصرف لأن فيه ألف التأنيث ودخلت لتأنيث الجماعة كما تدخل الهاء، والخطاب لليهود والنصارى الذين ينسبون إلى إبراهيم ما لم يوص به بنيه، وأنهم على اليهودية والنصرانية فرد الله عليهم قولهم وكذبهم وقال لهم على جهة التوبيخ، أشهدتم يعقوب وعلمتم بما أوصى فتدعون عن علم، أي لم تشهدوا بل أنتم تفترون، وأم بمعنى بل، أي بل أشهد أسلافكم يعقوب، والعامل في إذ الأولى معنى الشهادة، وإذ الثانية بدل من الأولى، والشهداء جمع شاهد أي حاضر، ومعنى إذ حضر يعقوب الموت أي مقدماته وأسبابه، وإلا فلو حضر الموت لما أمكن أن يقول شيئا، وعبر عن المعبود بما ولم يقل من لأنه أراد أن يختبرهم، ولو قال من لكان مقصوده أن ينظر من لهم الاهتداء منهم، وإنما أراد تجربتهم فقال ما. وأيضا فالمعبودات المتعارفة من دون الله جمادات كالأوثان والنار والشمس والحجارة، فاستفهمهم عما يعبدون من هذه، ومعنى من بعدي أي من بعد موتي. وحكي أن يعقوب حين خير كما تخير الأنبياء اختار الموت وقال أمهلوني حتى أوصي بني وأهلي، فجمعهم وقال لهم هذا، فاهتدوا وقالوا نعبد إلهك الآية، فأروه ثبوتهم على الدين ومعرفتهم بالله تعالى. قوله تعالى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق في موضع خفض على البدل ولم تنصرف لأنها أعجمية. قال الكسائي وإن شئت صرفت إسحاق وجعلته من السحق، وصرفت يعقوب وجعلته من الطير، وسمى الله كل واحد من العم والجد أبا، وبدأ بذكر الجد ثم إسماعيل العم لأنه أكبر من إسحاق، وإلها بدل من إلهك بدل النكرة من المعرفة، وكرره لفائدة الصفة بالوحدانية، وقيل إلها حال. قال ابن عطية
وهو قول حسن، لأن الغرض إثبات حال الوحدانية. وقرأ الحسن ويحيى بن يعمر والجحدري وأبو رجاء العطاردي وإله أبيك، وفيه وجهان: أحدهما أن يكون أفرد وأراد إبراهيم وحده، وكره أن يجعل إسماعيل أبا لأنه عم. قال النحاس: وهذا لا يجب، لأن العرب تسمي العم أبا. الثاني على مذهب سيبويه أن يكون أبيك جمع سلامة، حكى سيبويه أب وأبونا وأبينا كما قال الشاعر: فقلنا أسلموا إن أخوكم. وقال آخر: فلما تبين أصواتنا بكينا وفديننا بالأبينا. قوله تعالى: ونحن له مسلمون ابتداء وخبر، ويحتمل أن يكون في موضع الحال والعامل نعبد. الآية 34 بعد 100: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قوله تعالى: تلك أمة قد خلت، تلك مبتدأ وأمة خبر، قد خلت نعت لأمة، وإن شئت كانت خبر المبتدأ، وتكون أمة بدل من تلك. لها ما كسبت، ما في موضع رفع بالابتداء أو بالصفة على قول الكوفيين، ولكم ما كسبتم مثله، يريد من خير وشر. وفي هذا دليل على أن العبد يضاف إليه أعمال وأكساب، وإن كان الله أقدره على ذلك، إن كان خيرا فبفضله، وإن كان شرا فبعدله. وهذا مذهب أهل السنة. والآية في القرآن بهذا المعنى كثيرة. فالعبد مكتسب لأفعاله، على معنى أنه خلقت له قدرة مقارنة للفعل، يدرك بها الفرق بين حركة الاختيار وحركة الرعشة مثلا، وذلك تمكنه ومناط التكليف. وقالت الجبرية بنفي اكتساب العبد، وأنه كالنبات الذي تصرفه الرياح. وقالت القدرية والمعتزلة خلاف هذين القولين، وأن العبد يخلق أفعاله. قوله تعالى: ولا تسألون عما كانوا يعملون، أي لا يؤاخذ أحد بذنب أحد، مثل قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، سورة الأنعام الآية 64 بعد 100، أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى. وسيأتي الآية 35 بعد 100: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، دعت كل فرقة إلى ما هي عليه، فرد الله تعالى ذلك عليهم فقال: بل ملة، أي قل يا محمد بل نتبع ملة. فلهذا نصب الملة، وقيل المعنى بل نهتدي بملة إبراهيم، فلما حذف حرف الجر صار منصوبا. وقرأ الأعرج وابن أبي عبله: بل ملة بالرفع، والتقدير بل الهدى ملة، أو ملتنا دين إبراهيم. وحنيفا مائلا عن الأديان المكروهة إلى الحق دين إبراهيم، وهو في موضع نصب على الحال. قاله الزجاج: أي نتبع ملة إبراهيم في هذه الحالة. وقال علي بن سليمان: هو منصوب على أعني، والحال خطأ، لا يجوز جاءني غلام هند مسرعة. وسمي إبراهيم حنيفا لأنه حنف إلى دين الله وهو الإسلام.
والحنف الميل، ومنه رجل حنثاء ورجل أحنف، وهو الذي تميل قدماه كل واحدة منهما إلى أختها بأصابعها. قالت أم الأحنف: والله لولا حنف برجله ما كان في فتيانكم من مثله. وقال الشاعر ذو الرمة: إذا حول الظل العشي رأيته حنيفا وفي قرن الضحى يتنصر، أي الحرباء تستقبل القبلة بالعشي والمشرق بالغدات، وهو قبلة النصارى. وقال قوم: الحنف الاستقامة، فسمي دين إبراهيم حنيفا لاستقامته، وسمي المعوج الرجلين أحنفا تفاؤلا بالاستقامة، كما قيل للبيغ سليم وللمهلكة مفازة في قول أكثرهم. الآية 36 بعد 100: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قوله تعالى: قولوا آمنا بالله، خرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية. وقال محمد بن سيرين: إذا قيل لك أنت مؤمن فقل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآية. وكره أكثر السلف أن يقول الرجل أنا مؤمن حقا، وسيأتي بيانه في الأنفال إن شاء الله تعالى. وسئل بعض المتقدمين عن رجل قيل له: أتؤمن بفلان النبي؟ فسماه باسم لم يعرفه، فلو قال نعم فلعله لم يكن نبيا، فقد شهد بالنبوة لغير نبي، ولو قال لا فلعله نبي فقد جحد نبيا من الأنبياء، فكيف يصنع؟ فقال: ينبغي أن يقول إن كان نبيا فقد آمنت به. والخطاب في هذه الآية لهذه الأمة علمهم الإيمان. قال ابن عباس: جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن من يؤمن به من الأنبياء، فنزلت الآية. فلما جاء ذكر عيسى عليه السلام قالوا: لا نؤمن بعيسى ولا من آمن به. قوله تعالى: وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، جمع إبراهيم براهيم، وإسماعيل سماعيل، قاله الخليل وسيبويه. وقال الكوفيون وحكوا براهنه وسماعله، وحكوا براهن وسماعل. قال محمد بن يزيد: هذا غلط، لأن الهمزة ليس هذا موضع زيادتها، ولكن أقول أبارح وأسامع، ويجوز أباريه وأساميع. وأجاز أحمد بن يحيى براه على ما يقال في التصغير بريه، وجمع إسحاق أساحيق، وحكى الكوفيون أساحقة وأساحق، وكذا يعقوب ويعاقيب ويعاقبة ويعاقب. قال النحاس: فأما إسرائيل فلا نعلم أحدا
يجيز حذف الهمزة من أوله، وإنما يقال أساريل، وحكى الكوفيون أسارله وأسارل. والباب في هذا كله أن يجمع مسلما، فيقال إبراهيمون وإسحاقون ويعقوبون، والمسلم لا عمل فيه. والأصباط ولد يعقوب عليه السلام، وهم 12 ولدا، ولد لكل واحد منهم أمة من الناس، واحدهم سبط، والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل، وسموا الأصباط من السبط وهو التتابع، فهم جماعة متتابعون. وقيل أصله من الصبط بالتحريك وهو الشجر، أي هم في الكثرة بمنزلة الشجر، الواحدة صبطة، قال أبو إسحاق الزجاج. ويبين لك هذا ما حدثنا به محمد بن جعفر الأنصاري، قال حدثنا أبو نجيد الدقاق، قال حدثنا الأسود بن عامر، قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، قال كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا 10، نوحا وشعيبا وهودا وصالحا ولوطا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمدا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد له اسمان إلا عيسى ويعقوب عليهما السلام. والسبط الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد، وشعر سبط، وسبط غير جعد، لا نفرق بين أحد منهم. قال الفراء أي لا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم كما فعلت اليهود والنصارى. الآية 37 بعد 100، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته. المعنى فإن آمنوا مثل إيمانكم وصدقوا مثل تصديقكم فقد اهتدوا، فالمماثلة وقعت بين الإيمانين. وقيل إن الباء زائدة مؤكدة، وكان ابن عباس يقرأ فيما حكى الطبري فإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد اهتدوا، وهذا هو معنى القراءة وإن خالف المصحف. فمثل زائدة كما هي في قوله تعالى ليس كمثله شيء، سورة الشورى الآية 11، أي ليس كهو شيء. وقال الشاعر فصيروا مثلك عصف مأكول. وروى بقية حدثنا شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس قال لا تقولوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فإن الله ليس له مثل، ولكن قولوا بالذي آمنتم به. تابعه علي بن نصر الجهضمي عن شعبة، ذكره البيهقي. والمعنى أي فإن آمنوا بنبيكم وبعامة الأنبياء ولم يفرقوا بينهم كما لم تفرقوا فقد اهتدوا، وإن أبوا إلا التفريق فهم الناكبون عن الدين إلى الشقاق، فسيكفيكهم الله. وحكي عن جماعة من أهل النظر قالوا، ويحتمل أن تكون الكاف في قوله ليس كمثله شيء زائدة، قال والذي روي عن ابن عباس من نهيه عن القراءة العامة شيء ذهب إليه للمبالغة في نفي التشبيه عن الله عز وجل. وقال ابن عطية هذا من ابن عباس على جهة التفسير، أي هكذا فليتأول. وقد قيل إن الباء بمعنى على، والمعنى فإن آمنوا على مثل إيمانكم، وقيل مثل
على بابها أي بمثل المنزل، دليله قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، سورة الشورى الآية 15، وقوله: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، سورة العنكبوت الآية 46، قوله تعالى: وإن تولوا أي عن الإيمان فإنما هم في شقاق. قال زيد بن أسلم: الشقاق المنازعة، وقيل الشقاق المجادلة والمخالفة والتعادي، وأصله من الشق وهو الجانب، فكأن كل واحد من الفريقين في شق غير شق صاحبه. قال الشاعر: إلى كم تقتل العلماء قصرا وتفجر بالشقاق وبالنفاق. وقال آخر: وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق. وقيل إن الشقاق مأخوذ من فعل ما يشق ويصعب، فكأن كل واحد من الفريقين يحرص على ما يشق على صاحبه. قوله تعالى: فسيكفيكهم الله، أي فسيكفي الله تعالى رسوله عدوه، فكان هذا وعدا من الله تعالى لنبيه عليه السلام أنه سيكفيه من عانده ومن خالفه من المتولين بمن يهديه من المؤمنين، فأنجز له الوعد. وكان في قتل بني قنيقاع وبني قريضة وإجلاء بني النضير، والكاف والهاء والميم في موضع نصب مفعولان، ويجوز في غير القرآن: فسيكفيك إياهم. وهذا الحرف فسيكفيكهم الله هو الذي وقع عليه دم عثمان حين قتل بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم إياه بذلك. والسميع لقول كل قائل، العليم بما ينفذه في عباده ويجريه عليهم. وحكي أن أبا دلامه دخل على المنصور وعليه قلنسوة طويلة وذراعة مكتوب بين كتفيها: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وسيف معلق في وسطه. وكان المنصور قد أمر الجند بهذا الزي، فقال له: كيف حالك يا أبا دلامة؟ قال: بشر يا أمير المؤمنين. قال: وكيف ذاك؟ قال: ما ظنك برجل وجهه في وسطه وسيفه في أسته، وقد نبذ كتاب الله وراء ظهره؟ فضحك المنصور منه وأمر بتغيير الزي من وقته. الآية 38 بعد 100: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى صبغة الله، قال الأخفش وغيره: دين الله، وهو بدل من ملة. وقال الكسائي: وهي منصوبة على تقدير اتبعوا، أو على الإغراء أي إلزموا، ولو قرأت بالرفع لجاز، أي هي صبغة الله. وروى شيبان عن قتادة قال: إن اليهود تصبغ أبناءهم يهودا، وإن النصارى تصبغ أبناءهم نصارى، وإن صبغة الله الإسلام. قال الزجاج: ويدلك على هذا أن صبغة الله بدل من ملة. وقال مجاهد: أي فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال أبو إسحاق الزجاج: وقول مجاهد هذا يرجع إلى الإسلام، لأن الفطرة ابتداء الخلق، وابتداء ما خلقوا عليه الإسلام. وروي عن مجاهد والحسن وأبي العالية وقتادة: الصبغة الدين. وأصل ذلك أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم في الماء، وهو الذي يسمونه المعمودية، ويقولون هذا تطهير لهم.
وقال ابن عباس هو أن النصارى كانوا إذا ولد لهم ولد فأتى عليه 7 أيام غمسوه في ماء لهم يقال له ماء المعمودية فصبغوه بذلك ليطهروه به مكان الختان لأن الختان تطهير. فإذا فعلوا ذلك قالوا الآن صار نصرانيا حقا. فرد الله تعالى ذلك عليهم بأن قال صبغة الله أي صبغة الله أحسن صبغة وهي الإسلام. فسمي الدين صبغة استعارة ومجازا من حيث تظهر أعماله وسماته على المتدين كما يظهر أثر الصبغ في الثوب. وقال بعض شعراء ملوك همدان وكل أناس لهم صبغة وصبغة همدان خير الصبغ. صبغنا على ذاك أبناءنا فأكرم بصبغتنا في الصبغ. وقيل إن الصبغة الاغتسال لمن أراد الدخول في الإسلام بدلا من معمودية النصارى ذكره الماوردي. قلت وعلى هذا التأويل يكون غسل الكافر واجبا تعبدا وهي المسألة الثانية. معنى صبغة الله أي غسل الله أي اغتسلوا عند إسلامكم الغسل الذي أوجبه الله عليكم. وبهذا المعنى جاءت السنة الثابتة في قيس بن عاصم وثمامة بن أثال حين أسلما. روى أبو حاتم البستي في صحيح مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة الحنفي أسر فمر به النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأسلم فبعث به إلى حائط أبي طلحة فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن إسلام صاحبكم. وخرج أيضا عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر ذكره النسائي وصححه أبو محمد عبد الحق. وقيل إن القربة إلى الله تعالى يقال لها صبغة حكاه ابن فارس في المجمل. وقال الجوهري صبغة الله دينه. وقيل إن الصبغة الختان اختتن إبراهيم عليه السلام فجرت الصبغة على الختان لصبغهم الغلمان في الماء قاله الفراء. ونحن له عابدون ابتداء وخبر. الآية 139 قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قال الحسن كانت المحاجة أن قالوا نحن أولى بالله منكم لأننا أبناء الله وأحباؤه. وقيل لتقدم آبائنا وكتبنا ولأننا لم نعبد الأوثان. فمعنى الآية قل لهم يا محمد أي قل لهؤلاء اليهود والنصارى الذين زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وادعوا أنهم أولى بالله منكم لقدم آبائهم وكتبهم أتحاجوننا أي أتجاذبوننا الحجة على دعواكم والرب واحد وكل مجازى بعمله فأي تأثير لقدم الدين. ومعنى في الله أي في دينه والقرب منه والحضوة له. وقراءة الجماعة أتحاجوننا وجاز اجتماع حرفين مثلين من جنس واحد متحركين لأن الثاني كالمنفصل. وقرأ ابن محيصن أتحاجوننا بالإدغام لاجتماع المثلين قال النحاس وهذا جائز إلا أنه مخالف للسواد. ويجوز أتحاجوني بحذف النون الثانية كما قرأ نافع فبم تبشرون.
سورة الحجر الآية 54، قوله تعالى: ونحن له مخلصون، أي مخلصون له العبادة، وفيه معنى التوبيخ، أي لم تخلصوا أنتم، فكيف تدعون ما نحن أولى به منكم؟ والإخلاص حقيقته تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله تعالى، فإن الله تعالى لا يقبل إلا ما هو خالص له. ولا تقولوا: هذا لله وللرحم، فإنها للرحم وليس لله منها شيء. ولا تقولوا: هذا لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله تعالى منها شيء. رواه الضحاك بن قيس الفهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، خرجه الدارقطني. وقال رويم: الإخلاص من العمل هو ألا يريد صاحبه عليه عوضا في الدارين ولا حظا من الملكين. وقال الجنيد: الإخلاص سر بين العبد وبين الله، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. وذكر أبو القاسم القشيري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت جبريل عن الإخلاص ما هو فقال: سألت رب العزة عن الإخلاص ما هو قال: سر من سري استودعته قلب من أحببته من عبادي. الآية 40 بعد 100: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. قوله تعالى: أم تقولون، بمعنى قالوا. وقرأ حمزة والكساء وعاصم في رواية حفص: تقولون بالتاء، وهي قراءة حسنة، لأن الكلام متسق، كأن المعنى: أتحاجوننا في الله أم تقولون إن الأنبياء كانوا على دينكم؟ فهي أم المتصلة، وهي على قراءة من قرأ بالياء منقطعة، فيكون كلامين، وتكون أم بمعنى بل، هودا خبر كان، وخبر إن في الجملة، ويجوز في غير القرآن رفع هودا على خبر إن، وتكون كان ملغاة، ذكره النحاس. قوله تعالى: أأنتم أعلم أم الله؟ تقرير وتوبيخ في ادعائهم بأنهم كانوا هودا أو نصارى، فرد الله عليهم بأنه أعلم بهم منكم، أي لم يكونوا هودا ولا نصارى. قوله تعالى: ومن أظلم، لفظه الاستفهام، والمعنى: لا أحد أظلم ممن كتم شهادة، يريد علمهم بأن الأنبياء كانوا على الإسلام، وقيل ما كتموه من صفات محمد صلى الله عليه وسلم، قاله قتادة، والأول أشبه بسياق الآية. وما الله بغافل عما تعملون، وعيد وإعلام بأنه لم يترك أمرهم سدى، وأنه يجازيهم على أعمالهم. والغافل الذي لا يفطن للأمور إهمالا منه، مأخوذ من الأرض الغفل، وهي التي لا علم بها ولا أثر عمارة، وناقة غفل لا سمة بها، ورجل غفل لم يجرب الأمور. وقال الكسائي: أرض غفل لم تمطر، غفلت عن الشيء غفلة وغفولا، وأغفلت الشيء تركته على ذكر منك. الآية 41 بعد 100: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون.
كررها لأنها تضمنت معنى التهديد والتخويف، أي إذا كان أولئك الأنبياء على إمامتهم وفضلهم يجازون بكسبهم فأنتم أحرار، فوجب التأكيد، فلذلك كررها.